مساء الخير يا جماعة. ناس كتير عمالة بتبعت لي وفي بعض الناس مش في دماغها وناس كده دماغها كبيرة وعقلة واللي بيشترينا بنشتريه واللي بيقدر الزمالك بنقدره، وفي ناس عاطفية شوية وموضوع فرجاني ساسي مزعلها واخدها لأعصابها قوي. احنا عايزين نوجه كلمتين صغيرين جدا نقولهم، احنا كجمهور نادي الزمالك ما بيفرقش معانا، يعني اللي بيشترينا وبيشتروا جمهور الزمالك بنشيله على دماغنا وبنقول له يا باشا على دماغنا وبندعمك وبنقف جنبك وعايزينك تكمل وعايزينك تقعد معانا، ويمكن اكتر واحد خد دعم من جمهور الزمالك فرجاني ساسي. بس مش معنى ان انت بتاخد دعم ان انت مثلا جمهور الزمالك مكسور عينه، او مثلا ان احنا هنقعد بقى نعيط ونشغل مناحات وكل واحد يمسك منديل يقعد يعيط فرجاني مشي. لا، احنا جمهور الزمالك مش كده، واكتر واحد هيندم على اللي هو عمله هو فرجاني نفسه، والايام بتمر بسرعه وفرجاني كوره فرجاني اساسا هيبطل كوره قريب ومش هيلاقي نادي يروح. انا سمعت بعض الاصدقاء صحفيين تواصلوا معايا وقالوا لي ان فرجاني جاله عرض من فريق تركي، يمكن حتى الصحفيين نفسهم ما يعرفوش اسم الفريق التركي ده، ما يعرفوش الفريق ده اسمه ايه ولا بيتنطق ازاي. يعني تخيل ان هو هيروح لنادي ما حدش عارف اسمه، فهو بيخلص على نفسه. يعني فرجاني اساسي بلغته الكوره بيخلص على نفسه. فجمهور الزمالك انا بوجه له رساله، احنا ولا زعلانين ولا متضايقين، المتضرر في الموضوع دوت واللي هيندم هو فرجاني نفسه. احنا مزاجنا عالي ومفيش اي مشكله بالنسبه لنا. عندنا امام عاشور، بسم الله ما شاء الله، لعيب صغير في السن ولعيب عنده امكانيات كبيره جدا. عندنا محمود عبد العزيز، ربنا ان شاء الله ينفخ في صورته ويرجع لصورته الطبيعيه والاداءه اللي احنا عارفينه. طارق حامد افضل خط وسط في افريقيا كلها. فانت عندك خير، عندك لعيب جوكر زي احمد سيد زيزو لسه مجدد مع الزمالك، يقدر يلعب في نص الملعب، يقدر يلعب هاف يمين، يلعب هاف شمال، معاك لعيب جوكر يلعب في اي مكان. فاحنا بقى هنقضيها مناحه ونقعد نعيط ونيجي؟ طبعا انا عارف ان دي فئه قليله جدا، بس انا عايز اقول ان بصوت جمهور الزمالك احنا ولا فارق بالنسبه لنا، وبنقول لفرجاني رسالتك اللي انت عملتها دي يا ريت لما تقدم رساله بعد كده تخلع تيشيرت الزمالك وانت بتتكلم. يعني سيبك بقى من جو بقى انا لابس الشعار وبقول للزمالك انا ظلمته، خلاص عفوا لقد نفذ رصيدك، رصيدك عم فرجاني معانا خلص صفر. فاحنا بقى مش عايزينك كل شويه بقى تقعد تلبس تيشيرت وتجي تعيط جنبنا شويه، ولا احنا نقعد نولول جنبك؟ خلاص بقى انت دورك انتهى، شوف لك بقى نادي يا ابني وربنا يوفقك بقى بعيد عننا، ورصيدك عندنا خلص وسكه السلامه انت يا حاج فر. وانا بقولها لك اهو، ولا حد يعرف عنك اي حاجه، هتختفي والله العظيم هتختفي، ولا حد هيشوفك، وهتروح تلعب في نادي ولا حد حتى عارف اسمه. يعني اسم النادي نفسه يا جماعه مش معروف، بتاع تركيا اللي هيروحه ده. ففرجاني بيخلص على نفسه بنفسه. طب احنا كزملكاوي اتأثر، النادي مفتوح لابد الابدين، بيمر عليه لعيبه وبيجي لعيبه وبيفضل النادي مفتوح زي ما هو ولا بيتأثر، لكن اللعيبه هتتغير. وفرجاني خسر نادي الزمالك وخسر جمهور الزمالك، فاحنا جامدين ما نتأثرش، واثقين في نفسينا، عارفين مين هو نادي الزمالك وعارفين مين هو الشعار اللي بيلبسه لعيبه نادي الزمالك انا بيضيف لاي حد. لكن احنا ما بنعيطش ولا بنتاثر ولا بنبكي، ما تقعدوش بقى ايه جو المناحات دوت ولا فرقه بالنسبه لنا، مش كده ولا يا زملكاويه؟ انا عايز صوتكم يوصل لكل مكان. الناس بقى فاكره ان احنا يا عيني مقطعين الدنيا عياط وعمالين بنرفص على الارض، نجمد شويه. وانا عارف ان الكلام دوت هو كلام كل زملكاوي محترم، ولا فرقه، بالسلامه يا حاج فرجاني. بس زي ما جيت قلت لك رساله ثانيه، ما تلبسش تيشيرت الزمالك، مش عايزينك اصلا تجيب سيرتنا لا بخير ولا بشر. الله يسهل لك بقى مع نادي ساكسافوليس اللي انت بتلعب فيه دوت ولا راح تلعب فيه. انسان يا باشا زي ما احنا نسيناك، ده خلاصه الكلام. تحياتي لجمهور الزمالك العظيم، ان شاء الله الدوري زملكاوي. السلام عليكم.